النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الأعزاء في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، وبسبب هذا الاستقرار والأجواء الربيعية وددت أن أشارككم هذه الصورة من الأقمار الاصطناعية، الصورة المميزة بالرغم من أننا في المنازل بسبب الحظر الصحي، ولكن ذلك لا يمنعنا أن ننظر ونستكشف سوية كيف أن ربيع هذا العام ربيع مميز جدا بعدما جاءت أمطار غزيرة ووفيرة خلال الموسم المطري السابق. صور الأقمار الاصطناعية لليوم والتي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة من السحب، ولكن هذه الصور نوعيتها تشير إلى الخضار الممتد في مناطق المملكة وبلاد الشام والأراضي الفلسطينية وصولا حتى المناطق الجنوبية بشكل لافت وواضح جدا. خضار هذا العام وربيع هذا العام مشاهد من الفضاء الخارجي في الأردن، وهذه الصور طبعا صور هذا اليوم، وهي تشير إلى مقدار كثافة اللون الأخضر وانعكاسا لفصل الربيع المميز جدا. ربنا طبعا أكيد يعني ندعو رب العالمين يفك عنا هذا المرض ونستطيع الخروج والاستمتاع به في الخارج، ولكن رغم ذلك نحن مستمتعون في طقس العرب بهذه الصور الفضائية التي تشير إلى ربيع هذا العام. هذا كانت فقط وقفة سريعة وددت أن أشارككم بها في نشرة هذا اليوم، لكن انتقالا إلى النشرة الجوية وخرائط الضغط الجوي والتي تشير إلى استمرار تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، منخفض البحر الأحمر. هو منخفض جوي لا يسبب انخفاض درجات حرارة، إنما هو ممتد من البحر الأحمر وهو يعمل على اندفاع كتل هوائية ذات درجات حرارة أدفى ودرجة حرارة دافئة وأعلى من المعتاد، وتتمركز ويتمركز مرتفع جوي إلى الشرق من البحر الأبيض المتوسط. ولكن كما نلاحظ يوم الثلاثاء هناك منخفض جوي خمسيني يتوقع أن يتمركز شمال الأراضي المصرية ويتحرك باتجاه المملكة نهار يوم الأربعاء، وبالتالي المملكة يوم الأربعاء على موعد مع منخفض جوي خمسيني ترتفع معه أكثر درجات الحرارة وتسود المملكة الأحوال الجوية الخمسينية. نستعرض معكم درجات الحرارة. إذن هذه الكتلة الهوائية باللون الأحمر هي الكتلة الهوائية المرافقة لهذا المنخفض الجوي، المنخفض البحر الأحمر، وهي كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من معدلاتها، وهي مسؤولة بعد مشيئة الله على درجات الحرارة المرتفعة والأجواء الربيعية الدافئة. ولكن كما نلاحظ يوم الثلاثاء هناك كتلة أخرى تأتي من صحراء الإفريقية مع المنخفض الخمسيني. إذن نلاحظ اليوم اللون هذا لون أصفر، لكن غدا تقترب كتلة هوائية دافئة عفوا مع المنخفض الخمسيني تلتقي مع الأخرى التي تأتي من منطقة الجزيرة العربية لتتمركز فوق المملكة كما تلاحظون يوم الأربعاء مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. خرائط التوقعات الغبار، هذه الخرائط هي ليوم الثلاثاء مساء، أي أنها غدا مساء كما نلاحظ معظم المناطق خالية من الغبار، ولكن يوم الأربعاء صباحا تتقدم كتلة غبارية نحو مناطق شمال الأراضي المصرية هي مرافقة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني وتمتد لتشمل مناطق المملكة مع ساعات المساء والليل. وبالمناسبة يتصادف مساء يوم الأربعاء تحري هلال شهر رمضان، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك نوعا ما بعض الصعوبة في رؤية الهلال بسبب ارتفاع نسبة الأتربة في الأجواء مع ساعات مساء يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. إذن عودة إلى الأجواء الليلة، كملخص هذه الليلة أجواء غالبا صافية معتدلة، درجة حرارة صغرى 17 درجة مئوية، بمعنى آخر يمكن الجلوس في الشرفات الخارجية للمنازل، الأجواء تكون مائلة للبرودة في ساعات متأخرة من الليل. نهار الغد توالي درجات حرارة ارتفاعها، طقس ربيعي دافئ في أغلب
أغلب المناطق يميل للحرارة في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، إضافة إلى المناطق البادية الشرقية، والأجواء بشكل عام مستقرة تماما. نستعرض سوية درجات حرارة العظمى غدا وصورة الليلة التي تلي القادمة. نبدأها من المناطق الشمالية، إربد 28 إلى 16، جرش 29 إلى 17، عجلون 26 إلى 17، والمفرق من 31 إلى 17. أجواء ربيعية دافئة ومستقرة في أغلب المناطق. انتقالا إلى المناطق الوسطى، في العاصمة عمان 27 إلى 18 درجة مئوية، في السلط 29 إلى 19، مأدبة 28 إلى 18، على البحر الميت أجواء حارة نسبيا 33 إلى 23، والزرقاء من 31 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة، في الكرك من 25 إلى 16، في الطفيلة من 26 إلى 17، في جبال الشراء من 24 إلى 15، في معان من 29 إلى 16، أما في خليج العقبة فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا، والصغرى إلى 22 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في رويشد 32 إلى 18، الصفاوي 33 إلى 18، وفي الأزرق 34 إلى 20 درجة مئوية، والأجواء حتى هنا في البادية الشرقية أجواء حارة نسبيا. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة الثلاثة أيام القادمة، كما تحدثنا إذن يوم الثلاثاء 27 إلى 18، يوم الأربعاء تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، بمعنى آخر أنه سيطرأ ارتفاع آخر على درجات حرارة تلامس في العاصمة عمان 30 درجة مئوية، وهي ربما تكون الثلاثينية الأولى لهذا الموسم، مع أجواء جافة ومغبرة وحارة نسبيا. الصغرى لين 19 درجة مئوية مع ارتفاع في نسبة الغبار في الأجواء. انخفاض ملموس على درجات الحرارة متوقع نهار يوم الخميس، تصل إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار و15 درجة مئوية في ساعات الليل مع ظهور بعض السحب. هناك مؤشرات على منخفض جوي خماسيني آخر يوم الجمعة يصادف أول أيام رمضان فلكيا. هذا كان كل ما لدينا بالنسبة لأحوال الطقس لهذا اليوم. أدعوكم دائما إلى أن تكونوا بصحة وعافية، وأدعوكم دائما إلى أن إلى أن تتابعوا منصات طقس عرب المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.